السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنبدأ النهاردة مع دكتور هاني البنا، مؤسس منظمة الإغاثة الإسلامية، وهيكلمنا على الأثر بتاع كورونا، هيأثر علينا إزاي في المجالات، في التعلم، في الشراء، في الحركات المختلفة. فدكتور هاني البنا مؤسس منظمة الإغاثة الإسلامية، اتفضل يا دكتور هاني، منورنا على صفحة علماء مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أخونا أحمد، أنا طبعا بشكركم جزيل الشكر على استضافتكم لي اليوم، وأتمنى أن أنا ما أقوله اليوم هو استقراء واستشراف واستدلال لكي نستنبط فيما بعد الكورونا. هي أشياء إحنا المفروض نفكر فيها كي نستعد للمراحل القادمة التي ستواجهنا، لأنها أول مرة أظهر معكم في صفحتكم الكريمة. أريد أن أعرف ببعض المصطلحات، التعريفات دي خاصة بي أنا شخصيا، وقد يكون في بعض المحاضرات موجودة في الروابط علشان تستدلوا بها لبعض الكلمات اللي أنا بقولها. أول حاجة، يعني إيه هو، مين هو المخلوق الزومبي؟ هو المخلوق المبرمج الذي إذا سمع صوتا له خصائص معينة، اشتم رائحة لها تأثير على سلوكياته، أو رأى لونا هاج أعصابه اتجه إليها من خلال برنامج يتحكم فيه داخليا غريزي أو خارجيا مبرمج من آخرين. ده الإنسان الزومبي اللي احنا بنتكلم عنه. فأتمنى إن أنا شخصيا ما أكونش زومبي والآخرين ما يكونوش زومبيين. إيه هو الاقتصاد؟ الاقتصاد بالنسبة لنا كرجل اشتغلت في العمل الإنساني منذ حوالي 38 سنة، هو معدل إنتاج الفرد، معدل إنتاج الفرد الناتج عن مدى انتمائه للوطن. ولا يوجد انتماء للوطن إلا لما تكون فيه حرية ومساحة حرية للعمل المدني المجتمعي. كلما ازدادت مساحة الحريات، كلما ازداد الانتماء، كلما ازداد الإنتاج، كلما ازداد بناء الاقتصاد. ده بالنسبة لي في موجود في تعريفي انا الشخصي. الامر الاخر، طبعا الاقتصاد مش استلاف، مش ديون. الديون بتكبل الشعوب وتكبل الحكومات وتكبل الاوطان والدول. التعريف الثالث، احذروا من يقول انكم فقراء. ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق قطعة من الارض وعلم في علمه اللدني أنه سيعيش فوق هذه القطعة بعد 1000 أو 2000 سنة، مليون أو 2 أو 5 أو 10، إلا ووضع مقدراتها تحت أرجلهم. فلا نكون كالذين لا يفقهون شيئا، اللي هم موجودين في سورة الكهف، قالهم سيدنا ذو القرنين، لابد أن نجد المصادر الموجودة تحت أرجلنا. لا تصدقوا من يقول أنكم فقراء، لأن الله سبحانه وتعالى خلق مقدرات تسع كافة الخلائق التي ستعيش على قطعة معينة ولو بعد 1000 سنة أو 2000 سنة. النقطة الرابعة في التعريفات، لا تنخدعوا بالعملات الورقية ولا تحولوا مكاسبكم ومدخراتكم إلى أرقام إلكترونية. الأصول الحقيقية هي في الأراضي والعقارات والمعادن من الذهب والفضة إلى آخر، وإلا تحولنا إلى كوكب ككواكب القرود اللي احنا بنتكلم عنها. النقطة الخامسة، أرجو ألا أكون أنا إنسان بيولوجي منتمي لحزب الكنبة، فقط أرعى غرائزي الطبيعية ولا أهتم بمن حولي من أبناء المجتمع. فنحن لسنا فقراء وكوكب القرود والمواطن البيولوجي، محاضرات هتكون موجودة في الرابط عندكم. ندخل الموضوع بتاعنا ده، بس كان بعض التعريفات عشان تعرفوا شخصيتي أنا من أين أتي بالتعريفات. ما بعد الكورونا في 8 محاور هنتكلم فيهم إن شاء الله. الأول الحالة الاجتماعية والثقافية، الثاني الحالة الأسرية، الثالث الاقتصاد والصناعة، الرابع العمل الخيري، الخامس السفر والرحلات، السادس السياسة والعلاقات بين الدول، بين البيئة وبين الرياضة. طبعا الرياضة مهمة جدا بالنسبة لكم لأنكم كلكم شباب وتهتموا بالرياضة زي ما أنا برضك شاب زيكم مهتم بالرياضة. الحالة الاجتماعية والثقافية
سيشبه عامل مهم جدا، هو عامل الخوف والرعب والهلع والجزع من الموت. الخوف والرعب والهلع والجزع من الموت الذي يحيق بنا، وده حاصل حاليا في التباعد الاجتماعي. يعني كان عندي امس انا في البيت عندي بعض اولادي كنا مش قادرين نسلم عليهم ولا نحطهم، كان كل زوج وزوجته قاعدين على كنبه معينه وبيننا حتى واحنا بنصلي. فهذا الامر وصل الى الاسره مش في الشارع. في الشارع لن تستطيع ان تتكلم مع انسان ما تعرفش ايه، ما يردش عليك اصلا. في الاسواق، في المواصلات العامه، في النوادي، في كذا في كذا في كذا في كذا. هذا الشيء الجديد يحيط به الخوف والهلع والفزع. الكمامة بالكاف مش بالقاف، والماسك دو أصبحوا من المعلوم بالدين بالضرورة في حياتنا القادمة، وقد تصدر لها قوانين تؤطر لها وجودها في كل مكان، سواء في الدوائر الحكومية أو في الأماكن العامة أو في أي مكان نروح فيه. التركيبة المجتمعية اللي كان بنية على القدرات البشرية هل ستتحول إلى تركيبة تكنولوجية رقمية ونستغنى فيها عن بعض الخدمات اليدوية للبشر نفسهم؟ أنواع الطعام اللي احنا بناكلها دلوقتي هل ستتحول إلى حبوب وكيماويات وأشياء أخرى وكبسولات أخرى؟ الأديان، أديان اللي احنا بنتكلم بيها، هل هتصبح ثقافة وتاريخ وقصص وأبطالها من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين هيصبحوا أصلا يا مثلا زي مصلحين أو أشياء كده يعني هلامية، أم إن الدين هيتحول لمنظومة قوية تستطيع أن تقود المجتمعات؟ أجهزة الكشف بتاعت الحرارة هتكون موجودة في كل مكان عام ندخل فيه شئنا أم أبينا، وده هيزود تكلفة على أسعار المواصلات، حتى تذكرة الأتوبيس، حتى تذكرة الترام، القطارات إلى آخره إلى آخره إلى آخره. هل أشكالنا المتناسقة دلوقتي هتصبح بعد 50 سنة أو 100 سنة أشكال الزومبي أو الجماعة اللي كانوا جايين من الكواكب الفضائية الأخرى، الرأس الكبيرة والودان الكبيرة والأجسام القليلة إلى آخره؟ أشكال بيوتنا، مكاتبنا، أسواقنا، والمساحات داخل هذه الأماكن، هل ستكون كما هي الآن ولا ستتغير أيضا؟ هل سيزرع داخل أجسامنا شرائح إلكترونية مبرمجة فيها كل المعلومات عندها؟ يستطيع أن يراها من يبرمجها وضعها داخل أجسامنا أم لا؟ كل هذه الأشياء وغيرها أيضا قد تكون هي اللي تسير مسار الإنسان في المستقبل. ثقافة وفلسفة الخوف نتكلم عنها في الأول. ثقافة الخوف هتحول الوطن إلى مجتمعات، والمجتمعات إلى كانتونات، والكانتونات إلى شوارع وحواري، والشوارع والحواري إلى منازل أو فلل، ثم إلى أسر، ثم إلى أفراد. ده ثقافة الخوف ستجعلك تخاف على نفسك من ابنك وبنتك إلى آخره. الاختلاط بين الشباب والشابات اللي كان مفتوح في كل مكان في العالم، هل سيستطيع الشاب دلوقتي يتكلم مع بنت ما يعرفهاش ويعمل معها أي علاقة من العلاقات، أو كذلك البنت إلى آخره؟ هل المراقص والملاهي والمسارح وبيوت الدعارة وكل هذه الأشياء ستختفي ونستخشى على نفسها من أن تتعامل مع مجهول داخل كيان الكائن اللي هو يذهب إليه؟ التطعيم هل هيصبح قسري على كل واحد؟ وقد لا نستطيع أن نرى تركيبة هذا اللي هو المصل اللي احنا بناخده، وهل سيؤدي لتغيير الوظائف الداخلية في الجسم التي قد تؤثر على النسل والإنجاب؟
كل هذه الأشياء من الناحية الاجتماعية ومن ناحية الثقافية. من الحالة الأسرية، لأن نمرة اتنين العمل من المنزل، يعني احنا جربنا دلوقتي في خلال الستة أشهر الماضية أو الأربع أشهر الماضية أو الثلاث أشهر الماضية، حطينا في بريطانيا عندنا إننا ما نخرجش في الشوارع نشتغل، وشركات كثيرة جدا حاليا لا تعمل إلا من خلال العمل في البيت. ده هيأثر على سلوكي أنا مع زوجتي، مع أولادي، مع جيراني، مع أقاربي إلى آخره. فالعمل من منزل دي ثقافة مجتمعية مهنية جديدة، وعلى المجتمع كذلك. العلاقات الزوجية اللي بيني وبين زوجتي، طالما هي شايفاني أنا قاعد قدامها 24 ساعة وهي قاعدة قدامها 24 ساعة، هي حسيت حتى هتبقى الحميمية والود والرحمة أم ستتحول على اللي هو زراعة الأطفال في أرحام الأمهات وأطفال الأنابيب إلى آخره إلى آخره إلى آخره، لكي لا نجد نفسنا في مثل هذه الأوقات. العواطف والمشاعر والحب والكره والأبوة وكذا، كل دي هتتغير، كل المفاهيم هتتغير إلى السالب، الأكثر سلبا أو الأكثر إيجابا. هل ستنقرب بعض العادات والتقاليد اللي عندنا؟ أنا كل اللي أنا بقوله إن أنا بأضع أسئلة لابد كلنا نفكر في وجود حلول لها، وقد تكون الأسئلة ده أو أسئلة أخرى تدعوها أنتم. أنا لا أضع بالنسبة لكم حاليا الآن إلا أسئلة لكي نستشرق ونستشرف ما سيكون عليه المجتمع فيما بعد الكورونا. هل عاداتنا وتقاليدنا هتتغير؟ وإيه هي شكل عادات التقاليد الجديدة اللي احنا هنواجهها؟ هل معذرة للكلمة دي ستصبح زوجاتنا وأزواجنا هم البالونات والعرائس المبرمجة لكي نتكلف فيها عناء الحمل والمسؤولية إلى آخره؟ هل سيكون عندي أنا حينما أتقدم لوظيفة ما اختبار يعمل عندي علي أنا علشان لما أجي أتجوز واحدة يشوفوا عندي في الدم بتاعي فيه الأنتي بوديز لأن أنا خدت الكورونا وأصبحت دلوقتي معافى؟ قد يكون ده شرط من شروط قبولي في وظيفة ما أو مركز ما إلى آخره. كل هذه الأشياء لابد أننا نفكر فيها، ما نقعدش مكتوف الأيدي ونقول ياه يعني إيه، يعني نكون من المتواكلين وليس من المتوكلين. المتوكل هو الذي يعمل ثم يتوكل على الله، أما المتواكل فهو الجاهل والجاهلة التي تستسلم للواقع ولا تفكر في المستقبل وتفكر من أن تغير الواقع هذا. المحور الثالث هو الاقتصاد والصناعة. الطب هيكون محور أساسي، والطب البديل وكيفية تشخيص الأمراض والطرق الحديثة في تشخيص الأمراض، وكل هذه الأشياء هتكون في أشياء جديدة دخلت علينا من خلال التقدم التكنولوجي والتقدم العلمي. أو في الجهة الأخرى هنرجع مرة أخرى لطب الأعشاب والطب الشعبي البديل إلى آخره إلى آخره. هل كل الأشياء هنقتنيها عن طريق اللي هو الإنترنت أو اللي هو البرامج الإلكترونية إلى آخره؟ هل ستختفي العملات الورقية كاملة وستختفي البنوك والعملات المعدنية؟ وفي هذا الخضم هيكون في مسارين، مسار الاختفاء ده والتحول الى العملات اللي هي الالكترونيه، والمسار الاخر ان بعض الناس هيتحولوا الى انهم يتعاملوا بالذهب والفضه والحجاره الى اخره الى كده كما كانوا يعملون في الماضي، والنحاس والقصدير الى اخره. الجيوش وقوات الامن هل ستحتاج كل هذه الاعداد الملايين وكل هذه الاسلحه وكل هذه المعدات؟ هل سيصبح إنتاج ملابسنا في البيت ومحاجياتنا في البيت من خلال المطابع أو الطابعات ذات ثلاثية الأبعاد اللي عندنا حاليا وبنحتاجها عندنا في البيوت، وهتصبح جزء من ثقافة الصناعة المنزلية؟ من سيزرع الأرض؟ والأرض والزراعة أو الطعام والصحة والثورة التكنولوجية هم الثلاث محاور الأساسية في المحافظة على أي مجتمع.
قبل الكورونا وبعد الكورونا. من سيزرع الأرض؟ ومن سيحصد الأرض؟ ومن سيحارب الآفات الزراعية وغيرها؟ الذي يهمل الزراعة إنسان جاهل، جاهل، الذي يعتمد فقط على الاستيراد أجهل من الدابة. لماذا؟ لأنه يعتمد على ما يعتمد على من يستعمر اقتصاد بلده. لابد 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 ولزاما علينا أن نزرع ما نأكل وننتج ما نلبس من كساء وأثاث إلى آخره. ما هي الصناعات التي تختفي على الإطلاق والصناعات التي هتكون مستمرة؟ أنا قلت ثلاث صناعات هيكونوا مستمرين: صناعة الغذاء والدواء وصناعة التكنولوجيا. فلا بد علينا إن لم يراد لنا أن نتحول إلى هؤلاء المخلوقات الزومبية المباركة أن ننتج برامج تكنولوجية تستطيع أو نستطيع من خلالها أن نتحكم في مقدرات حياتنا ولا يتحكم في مقدرات حياتنا الآخرين. أماكن البناء والتصدير إلى آخره إلى آخره. إيه المنتجات الجديدة اللي إحنا عايزينها في المجتمع؟ لابد نبص، إحنا عايزين كي نرى ماذا يريد المجتمع فيما بعد جائحة الكورونا. في أيام كثيرة جدا كنا لن نجد الدقيق، وكان الإنسان لما بيدخل يعني شهر مارس وإبريل لما يدخل اللي هو المحلات الكبيرة أول شيء كنا مدار على الخبز، ثم المواد التنظيف، واختزلنا كل أكلنا في رغيف الخبز لكي نستطيع أن نستمر في الحياة، ثم كيف ننظف أنفسنا لكي لا نستطيع أو تستطيع العدوى أن تأتي. شوف كل مصرفنا وكمالياتنا اختزلت في أمر أو أمرين أو ثلاثة. فما هي الصناعات الجديدة التي ستقوم فيما بعد الكورونا وفيما بعد تعلمنا كيف نخوض مثل هذه الجائحة؟ هل سيزداد معدل البطالة أم سينخفض؟ ده شيء مهم جدا نسأل نفسنا فيه. هل سيكون الغاز والبترول والأشياء الأخرى دي تكون هتكون لها قيمة مادية اقتصادية؟ الآن أصبح البترول يباع أقل من تكلفة نقله من مكان إلى مكان، أم حتكون هناك في حاجة بنسميها الطاقة البديلة؟ وما هي الطاقة البديلة؟ نتكلم عنها. دي بالنسبة لبعض الاستشرافات لما ستقول إليه أو ما ستكون عليه الصناعات القادمة. وأنا قلت أهم ثلاث صناعات فيها: الصناعة التكنولوجية، صناعة الغذاء، وصناعة الدواء الأساسية. العمل الخيري، أنا طبعاً لم أدخل فيه بعمق، لأن في أشياء أنا هتكلم عنها ومنتهى البساطة. أول حاجة ستتغير منظومة أداء العمل الخيري على الإطلاق، وتعتمد على التواصل التكنولوجي أكثر من التواصل البشري والسفر إلى آخره إلى آخره. النقطة الثانية، هل ستزداد معدلات الفقر أم ستقل؟ إحنا عندنا حاليا دلوقتي بنتكلم عن أكثر من 800 مليون يعني من الجوع، والأمم المتحدة في أهداف الألفية اللي كانت خلصت في 2015 وبعدين بقى التنمية المستدامة اللي بدأت حاليا من 2016 إلى آخره، وأصبح بدل ما كانوا 8 بقى 17 دلوقتي، بيتكلموا عن الفقر وعن الجوع وعن المرض وعن الحرمان وعن التنمية وعن 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 وعن. هل ال 820 مليون دول هيقل عددهم أو سيختفوا؟ وعلاجهم أسهل بكثير جدا من علاج الكورونا. علاج الجوع بالطعام، أما علاج الكورونا لسه لم نستخرج له أو نبرز له مصل جديد أو دواء جديد. ده بالنسبة للعمل الخارجي. هل ستختفي مؤسسات وتظهر أخرى؟ طبعا. هل ستتغير مفاهيم الإنسانية والمعايير الإنسانية؟ أكيد هتتغير. السفر والرحلات اللي هو المحور الخامس، السفر والرحلات طبعا بدأت بعض الشركات الطيران، وانتوا عارفين بتوسع الأماكن ما بين يعني كرسي وكرسي إلى آخره، فهتزداد تكلفة السفر، هتزداد الآليات للكشف عن المصابين بأي ارتفاع في درجة حرارة،
وقد يلغى تذكرة سفرك وأنت في المطار وتضيع عليك التكلفة قبل أن تأتي. كل هذه الأشياء ستعيق عمل وسفر أي إنسان، سواء كان في القطارات أو في الأوتوبيسات أو في الطائرات أو في السفن إلى آخره. هل سيأتي اليوم أن الحدود بين البلدات هتلغى أم هتغلق؟ هتلغى أم ستغلق؟ ودي أشياء لابد علينا أن نستشرفها. الاستشراف شيء يجعل الإنسان يفكر في كيف يجد حل أو كيف يجد وسائل العلاج. المحور السادس هو السياسة والعلاقات بين الدول. نظام العالم الجديد هيتغير، والأمر ليكم، هيكون في نظام في وهل مركزه هينتقل من أقصى الغرب لأقصى الشرق، يكون في ما بين بلد زي الصين وبلد زي روسيا تحالف مع بعض، أو بلد زي إيران وبلد زي تركيا تحالف مع بعض، وإيه دور العالم العربي في مثل هذا التغير، ولا هيكون دور للدول المحورية في العالم العربي زي مصر وزي المملكة العربية السعودية في أنهم يكون لهم دور في صناعة أو مشاركة في صناعة هذا النظام العالمي الجديد؟ ما هي الدول التي ستصبح قادرة على الاستمرار؟ هي الدول القادرة على الإنتاج، هي الدول القادرة على جعل المواطن قادر على أن يصبح هو منظومة مجتمعية منتجة، لأن داخل مجتمع هذه الدولة يوجد المساحة الحريات للمجتمع المدني وأبناء الوطن. هل تختفي مؤسسات زي الأمم المتحدة، الجامعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأفريقي إلى آخره، وتظهر مؤسسات أخرى زي معصبة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية اختفت وطلعت الأمم المتحدة إلى آخره؟ الاتحاد الأوروبي هل هينتهي وهيتحول إلى أشياء جديدة؟ هل عندنا إحنا رؤية؟ أنا بتكلم ليه؟ أنا مش بتكلم إن أنا عايز أحط حلول جوهرية، أنا برفع مثل هذه الأسئلة عشان كل واحد فينا يفكر ما هو الحل، ما هو الحل، ولا نجلس. أنا لا أجلس أتكلم عن نفسنا، أكون كالإمعة، أنا لست أنتم، أنتم علماء بفضل الله سبحانه وتعالى، أكون كالإمعة الذي أحسن إذا أحسن الناس وأسيء إذا أساء الناس. لا أكون كالإمعة لكن أحسن إذا أحسن الناس، ولا أسيء إذا أساء الناس، بل أحسن أيضا إذا أحسن إذا أساء الناس. هل هكون في الحكومة هتطلع قوانين جديدة للعدوى، تجعل الحكومة وقوى الأمن ها يعملوا إيه؟ يحتجزوا أي فرد قد يكون عندهم شك في إنه مريض، ويصدروا ممتلكاته ويقفلوا ممتلكاته بحجة إن الممتلكات دي فيها الفيروسات، إذا كانت فراش أو أثاث أو شركات أو عقارات إلى آخره. دي أشياء الإنسان لابد يفكر فيها علشان يستشرف كيف سيكون العالم ما بعد الكورونا. صلاحيات الأمن هل هتزداد؟ يستطيع إلقاء القبض على أي شخص إنسان ماشي في الشارع يشك إنه عنده كورونا ويعمل له كده اختبار، كده طلع الاختبار ده صح أو غلط فياخده يخفيه دون أن يعلم أهله. ودي بعض القوانين اللي بتطلع عليها إشاعات دلوقتي في دول مختلفة، ودول ايه؟ دول متقدمة، ودول ايه؟ دول فيها حريات، دول ايه؟ دول فيها ديمقراطيات. هل سيكون هناك موجة جديدة من الكورونا في عام 2021 و22 و23؟ النقطة الأخيرة بالنسبة لهذه النقطة نمرة 6 اللي هو ايه؟ هل هذا الوباء طبيعي أم مختلق؟ مش هنناقشها دي الآن. يبقى احنا اتكلمنا عن 6 نقاط اللي فاتوا. النقطة 7 حاليا هي البيئة. هل كل الآليات اللي حننتجها ستكون صديقة للبيئة؟ وإحنا لاحظنا أو لمسنا كيف تحسن المناخ في خلال 6 أشهر التي وقفت فيه الصناعة، الدول الصناعية أوقفت فيها الدول الصناعية مصانعها التي كانت تلوث المناخ. وأخطر دولتين كانوا يلوثوا المناخ هي الصين والولايات المتحدة الأمريكية، اللي كانوا يرفضوا أنهم يخشوا المؤتمرات بتاعة تغير المناخ.
هستغير كل الآليات ونستغنى عن الآليات اللي عندها من قطارات وسفن وطائرات وعربات إلى آخره إلى آخره. هل بعد الكورونا الدول الصناعية الكبرى هتصر ما زال على تلويث وإفساد المناخ البيئي أم لا؟ أم ستظهر أمامها قوة أخرى توقفها وتجعل هذا التغير يقف؟ النقطة الثامنة الأخيرة هي الرياضة اللي بتهم الشباب كثير جدا. هل الرياضات الجماعية اللي بيحصل فيها تلامس زي كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الهوكي، ايه تاني يا ربي، المصارعة طبعا بيحصل فيها تلامس، الملاكمة وهكذا، هتنتهي وفقط هنبتدي ننظر إلى الرياضات الفردية؟ حتى السباحة لما بينزل 5 أو 10 في السباحات القصيرة أو الطويلة إلى آخره وبتنزلوا في نفس المية، فهل السباحة دي في المسابقات دي هتنتهي أم لا؟ وهل فقط الرياضات اللي هي قائمة على الفرد اللي زي البينج بونج أو التيبل تنس اللي هو كرة المضرب أو التنس أو البادمنتون أو إلى آخره أو العدو إلى آخره الجري إلى آخره أو الوثب إلى آخره، هي دي اللي هتفضل بالنسبة لنا إحنا علشان الناس تكون أمنة على نفسها داخل الهلع؟ أنا أتكلم كل هذا داخل الهلع الذي تحدثه الكورونا وما بعد الكورونا. إيه هو الحل في مثل هذه الأمور من الاستشرافات اللي أنا بتكلم عنها؟ أول حاجة لابد أن نستثمر في المواطن، في المواطن وفي بناء قدراته. نمرة 2 نستسلم في التعليم بالدرجة الأولى والبحث العلمي بالدرجة الثانية، والاثنين متلازمين مع بعضهم البعض. نمرة 3 نستثمر في زيادة مساحة الحريات في الدول. كلما ازدادت مساحة الحريات كلما ازداد الانتماء الوطني للفرد الذي يستطيع أن يكون هو أصلا المحرك القوي للاقتصاد بتاع الدولة والباني لنهضة الدولة وحضارة الدولة وقيم الدولة وثقافة الدولة إلى آخره. وكلما ازدادت مساحة الحريات في أي دولة أو في أي وطن نتكلم عنه، كلما ازداد الإبداع وازداد عدد المبدعين وازداد كمية التدافع بين الثقافات المختلفة والتوجهات المختلفة والقيم المختلفة والأديان المختلفة. ده استثمار. نستثمر أيضا في الإعلام ورفع الوعي المجتمعي. التعليم ليس وعي والتعليم ليس ثقافة. إن ضربنا المثل بشخص زي مالكوم إكس رحمة الله عليه، ما دخلش جامعة، لا سوربون ولا لندن ولا أكسفورد ولا، لكن كان قارئا مثقفا، فكانت كمية المعلومات التي تدور في داخل مخه أو مخيخه أعظم بكثير جدا من أصحاب الدكتوراه وأصحاب الرسالات وأصحاب التنخر دول لرفع الوعي. الاستثمار في صناعة الثورة المعلوماتية دي مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا، لكي ننتج نحن ثورة معلوماتية تدافع عن قيمنا وتدافع عن مجتمعاتنا وتدافع عن مقدراتنا. الاستثمار الخامس أو السادس اللي هو الاستثمار في الشباب، في الشباب الذين نهملهم ونضيعهم، وأن أضيع الشباب ضيع الحاضر والمستقبل. والاستثمار في تعليم المرأة ثم تمكينها مجتمعيا من خلال الثقافة والقيم المجتمعية اللي احنا نتكلم عنها، كي تستطيع الأخرى أن تكون ركنا ركنا في المحافظة على كيان الوطن والمجتمعات والثقافات الموجودة عندنا. الاستثمار في الأعمال اليدوية، الأعمال اليدوية اللي هي ستكون أحد الفرص الأساسية والمحورية في وجود فرص صالحة للعمل لكل إنسان، وبالتالي الاستثمار في إنشاء الأسواق الشعبية لا تعتمد على المستورد، لا تعتمد على المستورد. ويقول المرء منا أن الذي يأتي من هذه البلدة أرخص بكثير من الذي ننتجه. هذا خطأ، مفهوم خطأ ومفهوم انكفائي.
إن مكسب المورد لك يعتبر استثمار له لكي ينمي قدرات شعبه وينمي اقتصاد شعبه. ورخص المادة التي تأتينا من الخارج ما هي إلا أن جزء 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 من الاستغلال الاستعماري لداخل الشعوب اللي هي مستوردة لمثل هذه المواد. وقد يكون استثمار في بناء الاقتصاد الوطني في أول 5 لـ10 سنين مكلف، لكن بعد 5 سنين أو 10 سنين ستصبح مثل هذه الدول دول مصدرة وليس دول مستوردة. أسواق الشعبية، أعمال يدوية، الاهتمام بالزراعة والاستثمار في الزراعة والاستصلاح الزراعي، الاستصلاح الزراعي والزراعة لكي نعتمد على أنفسنا في إنتاج طعامنا، الاستثمار في القطاع الصحي والخدمات خدماتي لتم بناء التكوين. الدولة تعمل دول يعني تعمل علاقة في تكتلات بينها وبين الدول الأخرى لكي يكون لها صوت، يكون لها قدرة على إيه؟ أن تدافع عن المجتمعات التي تعيش فيها. حتى الجمعيات داخل أي وطن وداخل أي مجتمع لابد أن تؤمن بأشياء، بالتواصل، بالتكامل، بالتشارك وبناء الجسور، وإلا ستضيع مثل هذه الجمعيات وتضيع مخدرات مجتمعاتها وأبناء وطنها، وأن نكف عن والعياذ بالله عبادة الشعار وعبادة اسم الجمعية. هذا مرض 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 مرض، أن نقول أنا الأول وأنا قبل الآخرين، وهذه الأن أنا هي القاتلة، تحول من أنا وأنا وأنا إلى نحن. أن تهتم الحكومات بعمل تكتلات إقليمية لكي يدافع الإقليم عن الأوطان. تعلمنا أننا نعيش بالقليل فنستمر، يعني أثناء الجائحة لم نكن ننفق الأموال الكثيرة لأمرين: الخوف على أننا سنفقد وظائفنا فكنا نقتصد في مدخراتنا، والأمر الثاني المواد مش موجودة فشعرنا أن احنا مش محتاجينها. كمية التالف والهلاك والاستهلاك قلت. بالتالي بند الديون ده من أحد الهموم الحلول، إن إحنا لن نستطيع أن نحل مشاكلنا الاقتصادية بأننا نقترض ونقترض 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 زي ما جدودنا وخالاتنا وعماتنا علمونا مثل بيقولك إيه: السلف تلف والرد خسارة. القيمة الوحيدة التي تبني اقتصاد الوطن هي الاعتماد على المواطن المبدع الذي نوفر له أو نوفر لها مناخ الحريات لكي يستطيعون أن يبدعوا وينتجوا ويدافعوا عن الأوطان. أما نذهب لبنوك زي IMF لو مسميه اللي هو البنك الدولي أو كذا أو صندوق الداء الدولي إلى آخره، فدي تكبل أي دولة في العالم، أي دولة أوروبية وغير أوروبية وأمريكية وأمريكا الاثنين إلى آخره، تكبلها بديون لا تستطيع أن تخرج منها لعشرات السنين. تكلمت عن التعاون والتكامل بين الدول، تكلمت عن تمكين المرأة، تكلمت عن الرياضة، الاهتمام بالدين، حذاري أن أنهم للدين، أنا متحيز للدين ولن أتنازل عنه، تنخر من تنخر وشاء من شاء وأبى من أبى، ومتحيز لثقافتي المصرية وثقافتي العربية، وتحيز حتى الأحياء اللي أنا تربيت فيها، ضرب الأحمر والسلاح وحلقة السمك والقصيرين والشربية. ضرب الأحمر حي عمره 1000 سنة أو أكثر، والحمية الجديدة اللي أنا عشت فيها وأنا صغير إلى آخره. أنا متحيز لهذه الأشياء ليه؟ لأنها جزء من تكوين شخصية الفرد المنتمي لمجتمع ليه تاريخ وليه ثقافة وليه قيم وليه عادات وليه أصول. فلذلك لابد أن نهتم في مواجهة ما بعد الكورونا بالدين والثقافة والقيم والعادات والتقاليد، وأننا نلغيها على الإطلاق،
ونلغيها على الإطلاق. دي بعض الاستشرافات في الحلول اللي ممكن نزيد عليها وننقص، يعني أنتم ممكن تزيدوا عليها زي ما أنتم عايزين نعدل فيها، ولكن لا نجلس مكتوف الأيدي كأعضاء حزب الكنبة أو المواطن البيولوجي اللي قاعد بيتفرج من التلفزيون على معركة وهو أصلا مش جزء فيها. أنت لا، أنت المفروض تضع نفسك جزء داخل هذه المعركة، تتأثر بها سلبا أو إيجابا، وتؤثر فيها سلبا أو إيجابا بمشاركتك أو عدم مشاركتك. وأشكركم على حسن استماعكم، وأتمنى لو كان في بعض الأسئلة أو الاستفسارات فأنا لكم خادما. أخ أحمد، أستاذ أحمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. للمتابعين للأسئلة إن شاء الله. يعني أنا ظاهر عندي أول سؤال هنا: إذا تم إيجاد علاج في فترة قصيرة لن تتعدى أشهر، فلن يحدث أي تغيير مما تحدثت سيادتك عنه، وسوف يكون مثل جميع الأمراض التي يسببها فيروسات واكتشف لها علاج أو علاج لها. أتمنى هذا، يعني تعليق حضرتك. أتمنى نعم، هذا، إن شاء الله. لكن الأمر علشان أي علاج يكتشف ويجرب بياخد أقل شيء 6 أشهر وأكثر شيء سنة لكي يبدأ ينتج علاج أو مصل. دي نمرة واحد. إحنا بس ننظر للحركة ما بين الدول. لنفرض إن في بعض الدول عايز تفتح حدودها في زي ما بيقولوا يونيو أو يوليو أو أغسطس. في دول أخرى لن تسمح لمثل هذه الطائرات إنها تأتي بإناث من دول أخرى لبلادها. فقد يستطيعوا إن هم يعملوا سفر داخلي، لكن مش سفر ما بين الدول وبعضها البعض. الأمر قد ينظر لي إنه أمر بسيط جدا. أتمنى والله العظيم ثلاثة، أنا أتمنى إن غدا ترجع الحياة كما كانت من قبل. ما أتمناش أغنية أم كلثوم تقول لك عايز نرجع زي زمان، قول للزمان ارجع يا زمان. أبدا. أتمنى في هذه الرؤية لأخي الكريم اللي سأل السؤال ده إن يكون هو أصدق مني، لكن للأسف من كثرة ما سمعناه ومن كثرة ما قرأناه من بعض الباحثين والسياسيين إلى آخره من أماكن مختلفة يقول الأمر قد لا يكون بالسهولة هذه، وفي ناس هيعيشوا على الجائحة، دول هتعيش على الجائحة ودول هتنهار. أنا ما قلتش إن في بعض الدول قد تختفي، قد تنضم لدول أخرى في مجتمعات هتضيع إلى آخره. فننظر لمثل هذه الأشياء. اللي أنا بقوله ما هوش قرآن والعياذ بالله، ما هوش إنجيل والعياذ بالله، اللي أنا بقوله هو خبرة أو رؤية قد تتحقق وقد لا تتحقق. لكن كل ما أتمناه إن رؤية أخونا اللي كان قاعد السؤال ده تكون هي اللي تحصل، وأنا قد يكون عندي تحفظ عليها، لأن الأمر هنا فيه قوانين بتعد، قوانين تعد، وقد تلزم هذه الدول الصناعية الكبرى، وبالتالي الدول الصناعية الكبرى هتلزم الدول الأخرى في كافة مجالات الحياة المجتمعية. نعم، لكن أكون متفائل معكم. يا رب يا رب بكرة يطلع عن مصر ونعممه على الناس كلها. نعم. السؤال دكتور بعد كده، الأخت دينا بتقول: دكتور حضرتك أشرت إلى الأشياء المتعلقة بالرياضة، هل يتم فعلا إيقاف جميع الرياضات الجماعية والاهتمام بالفردية؟ وفيما يتعلق بالتعليم، هل يتم تحويل التعليم إلى التعلم عن بعد، ولكن هذا صعب مع المراحل الصغيرة؟ طبعا يعني ال 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 يعني جزاك خير الأخت. أنا بتكلم عن إيه؟ بتكلم احتكاك بين الشخص والتاني. الهلع دلوقتي، الهلع اللي موجود، أنا ما عنديش فكرة في المجتمعات العربية هل نفس كمية الهلع اللي موجودة. يعني مثلا أنا كنت بتسوق في محل، بنقف طوابير 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 بالساعة والساعتين لغاية يوم الأربعاء اللي فات ده، بيني وبين اللي قدامي مترين، نخش 5 5 أو 10 10،
حبيت ان انا اكلم واحده ست في واحنا في مدينه برمنغام، اسالها سؤال. اول ما سمعت صوتي رجعت خطوتين لورا وما نزلتش الماسك من على وشها، وبصيت لي قالت لي انا مش فاهمه حاجه ومشيت. يعني زي ما بيقولوا كده بالمصري يعني ايه، حلقت لي ولا زحلقتني او حاجه زي كده. ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن الهلع والخوف في مثلا حضانه من الحضانات والناس بنتكلم عنها النهارده، فيها 60 شخص 60 طفل. الحكومه البريطانيه قالت من اول يونيو تفتح الحضانات كلها للاطفال. مسؤولي الحضانه بعتوا للامهات والاباء في البيوت، 15 فقط من ال 60 قالوا احنا هنجيب ولادنا يروحوا الحضانات، بالرغم ان العدد هنا يعني في نظام صحي قوي وفي ادويه وفي كذا وفي كذا، لكن الامهات رفضت. لان انا اول كلمه قلتها في الكلمه بتاعتي، وانا مش بسميها محاضره يعني، في الكلمه بتاعتي، هو الخوف والهلع والفزع اللي بيخلي الانسان يتترس. انا ما كنت امس وعندي او بعض او بعض اولادي، يعني في احد اولادي رفضوا ان يجي، قال مش حاجه عندك، بيقول لابوه اول مره مش حاجه عندك البيت احتفل معاك بالعيد، انا ما تجيش يا ابني ما تجيش يا بنتي. واللي جم كنا بنقول لهم ابعدوا عني، مش هسلم عليكم مش هحضنكم. الهلع ده موجود، هيكون موجود على مستوى التعليم، هتعملوا انظمه جديده. هنا الدول اللي هنا لان عندها نظام التواصل، تواصل عن طريق الدوائر الالكترونيه قوي جدا، فسهل انهم يتواصلوا مع بعض. قد يكون في دول اخرى والصعوبه ان يحصل تعلم في البيت، لان الانظمه عندهم قد تمنع او تعيق التواصل بهذه الشبكات الالكترونيه. فلذلك اكيد الاخت بتتكلم صح، ان لم يوجد نظام قوي للتواصل يعني عن طريق الانترنت والى اخره الى اخره. لكن هنا انا احد يعني البنات اللي بيشتغلوا في التعليم هنا، هو كل المدارس قافله، وسمح فقط لمن ياتي في المدرسه. تعرفوا مين سمح في المدرسه الابتدائيه؟ وانا احد قريبي شغال هناك كمدرسه، للاطفال اللي ابائهم وامواتهم ما عندهمش القدره على انهم ياكلوهم في البيت، بيروح المدرسه عشان ياخدوا الوجبه دي نمره واحد. للاطفال اللي امهاتهم وابائهم بيوتهم صغيره وفيها مشاكل اجتماعيه، فبيروح المدرسه علشان يريحوا الاب والام. قد يكون الاب عاطل والام عندها مشاكل، فيروح الخمس ست ساعات في المدرسه دي يقعد. فبيضطر بعض المدرسين والمدرسات انهم يروحوا المدرسه يومين او ثلاثه او اربع ايام في الاسبوع، وتفتح المدرسه فقط لهؤلاء الاطفال في وجود كل تكنولوجيا المعلومات والتواصل السريع بين المجتمعات. بالنسبه للرياضه انا بتكلم عن ايه؟ انا بتكلم عن الخوف والهلع، هل ده هيستمر او هينتهي؟ هل وجود عشرات الالاف مثلا في الرياضه، مثلا بنتكلم عن كره القدم الى اخره، بنتكلم عن مانشستر يونايتد وليفربول وبرشلونه واي سي ميلان وكل الحاجات دي كلها، بيروح هناك عشرات الالاف من الناس. فالامر انت بتتكلم عن ايه؟ امر صحي وامر امني وامر الخوف والهلع والجزع. اللي انا بقوله يا اختي الفاضله، ان انا بقول ايه؟ ان انا بقول هل الاشياء دي هتؤثر على مسار الالعاب الجماعيه او الالعاب اللي بيحصل فيها تلاحم زي اللي هي الملاكمه والمصارعه الى اخره الى اخره. حتى لما ذكرت حكايه اللي هي السباحه، فكل هذه الاشياء انا مش بقول ان صعبه او مش صعبه، انا بقول نستشرف لكي نستقرئ ونستطيع ان نضع رؤيه. انا لا اريد ان اضع رؤيه انا بنفسي وحدي، لكن اريد ان الجميع يستطيع وضع رؤيه لحماية الأوطان وحماية المجتمعات. نعم. السؤال يا دكتور، ما أفضل ادخار أو استثمار مستقبلي؟ إذا بتكلمني أنا شخصياً، أنا أعشق البنية البشرية، بناء القدرات البشرية. أعلى استثمار في أي مجتمع على وجه الأرض هو الاستثمار في الوطن، في الفرد، في التعليم، في البحث، التمكين، في التدريب، في التطوع، في بناء المجتمع. ده اصلا اهتم بالفرد ده،
سواء كان فرد شاب يعني رجل أو امرأة، فتاة أو فتى، لا ما فيش عندي فرق على الإطلاق، على الإطلاق ده أعلى عائد استثماري على الإطلاق، لأن هو أو هي هيكونوا أصحاب الحلول، هيكونوا أصحاب المبادرات، هيكونوا أصحاب الإبداعات، وهيكونوا أصحاب قيادة المجتمعات في المستقبل. دي نمرة واحد، ومعاها التعليم، ومعاها اللي هو البحث العلمي. دي نمرة واحد. الأمر الثاني لباقي المجتمع اللي ما عندوش قدرة على التعلم، أنا التعليم الحرفي والمهني واليدوي بيحل كثير جدا من مشاكل البطالة، خاصة إذا استثمر فيه، بالإضافة إلى بناء الأسواق الشعبية التي لا تكلف، محدود الدخل، تكلفة عالية في استئجار قطعة يعني طاولة فيها، أو يعني موقف، زي احنا لو احنا مثلا فاكرين اسم كده تمثيلية عبد الغفور البرعي، اللي هو اللي وكالة البلح والحاجات دي كلها، هي حتى بيحط فرشة، إيجار فرشة في الأرض، قد تكون الفرشة دي داخل السوق الشعبي بتتكلف في اليوم 5 جنيه أو 10 جنيه أو 20 جنيه، تكون في متناول ليه؟ لأن احنا في الوقت ده بالذات احنا عايزين كل مواطن يكون قادر على الكسب. يبقى احنا بنتكلم على التعليم، نتكلم على التقدرات البشرية، نتكلم على اللي هو ايه العمل المهني والحرفي الى اخره الى اخره. الامر الثالث اللي هو بناء مؤسسات المجتمع المدني، لان مؤسسات المجتمع المدني هي الركيزه الثالثه والدائمه، بمعنى ان قد تاتي حكومه من الحكومات تستمر في تنتخب مره واثنين وثلاثه لمده 15 20 سنه، اما الجمعيه المجتمعيه التي موجوده في الحاره او في الحي او على مستوى الوطن او على مستوى القرية أو على مستوى المحافظة، فقد تمتد أثرها لعشرات السنين. حتى رجال الأعمال بمؤسساتهم قد يعني يكون لهم توجهات يعني إيه ربحية، إن هم أساسهم إنهم يربحوا، وده مش حرام. مشكلة العمل، العلاقة اللي بتنشأ ما بين اللي هو مؤسسات رجال الأعمال والحكومة قد تكون فيها شبهات في بعض الأحيان. الرقيب على الاثنين هم مؤسسات المجتمع المدني، فلابد ان استثمر في مؤسسات المجتمع المدني كي تحافظ على كينونة بناء المجتمع، وكينونة بقاء المجتمع، وكينونة المحافظة على مسيرة المجتمع، لكي يتحول هذا المجتمع من مجتمع غير قادر على الكسب الى مجتمع يقدر على ان يغير سياسات الدول التي حوله. فبنتكلم نحن في الشباب القضايا البشرية، اتكلمنا في التعليم والبحث العلمي، اتكلمنا عن اللي هو الأسواق الشعبية والأعمال الحرفية، واتكلمنا عن اللي هو بناء القطاع المدني داخل الدولة. إذا اهتمينا بدول بالأولويات دي، دول هيكونوا منظومة قوية وكبيرة نستطيع من خلالها إن نحمي أي دولة في العالم أو المجتمع في العالم. نعم أنا سؤال بس هديك مثل قبل السؤال لو سمحت. يعني أنا لما بتكلم هنا على منظومة القطاع الخيري في بريطانيا 2018، كان دخل الجمعيات البريطانية الخيرية، ده اللي مش دخل الحكومة، 74 مليار جنيه استرليني. ها سامعين يا شباب؟ 74 مليار جنيه. لو جبت لك بقى في أمريكا كذا، ولو جبت لك في فرنسا كذا، فالناس مؤمنة، الدولة الراسخة اللي قائفة مؤمنة بالمجتمع المدني، الدولة مؤمنة بالتطوع، الدولة مؤمنة بتفعيل المجتمعات بتاعتها، تفعيل الأبناء عشان بتحل مشاكل. 74 مليار، إما تقلبهم أنت مثلا بالريال ولا بالليرة ولا بالجنيه المصري إلى آخره، طلع ميزانية الدول. ده فقط اللي هم 160 ألف جمعية مسجلة فقط في المفوضية اللي هو العمل التطوعي في داخل بريطانيا. فلذلك القطاع المدني هو يعتبر ركيزة مهمة جدا 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 بالتكامل مع الإدارات الحكومية ومع القطاع الخاص. نعم، سؤال يا دكتور، ما مدى رؤية سيادتكم مستقبلا يعني للدول العربية مع تفاقم الأزمات ظل الأزمات الحالية يعني؟ وبدون ذكر دولة من الدول، أهم شيء يعني الدول العربية عندها كنوز. كنوز 50 ل 60% من سكانها شباب. ثروة طائلة جميلة
ثمينة مهدرة. ايه حلم الشباب دلوقتي في العالم العربي؟ انه من سيربح المليون؟ مش عارف بيسموه ايه، عرب ايدول ولا بيسموه ايه، الحاجات اللي ايه اللقطه السريعه دي كلها، ان اطلع ممثل واخد لي مش عارف كذا، ان ابقى لعيب، كل يعني الحاجات دي مهمه، مهم ان انا اكون رياضي وكذا وكذا، لكن المهم برضك ده مش كل واحد هيطلع يبقى محمد صلاح، ومش كل واحد هينفع هيطلع ابو تريكه، او يطلع مش عارف مين تاني، احمد حسن الى اخره الى اخره. لا يعني الشباب ده كيف استطيع ان استثمر فيه؟ اكبر الشباب قيمته اهم، واحط تحت اهم دي مليون خط، واقول لك اهم من البترول، واهم من الغاز، واهم من السياحه. اهم استثمر فيه بالدرجه الاولى، لان الشباب هو الوطن، الشاب هو الحكومه، الشاب هو المجتمع، الشاب هو المستقبل، الشاب هو الحاضر، الشاب هو الحامي اللي هيطلع منه الطبيب، واللي هيطلع منه الضابط، واللي هيطلع منه رجل الامن، واللي هيطلع منه المعلم، واللي هيطلع منه كل شيء. دي اخطر شيء في المنطقه العربيه، عندها ثروه هائله وللاسف مهدره، وللاسف مهدره، وللاسف مهدره. لو استثمر في الشباب هؤلاء ومكنوا، سيستطيعوا ان يعيدوا امجاد التاريخ الذي كان يكتب في الماضي في مثل هذه الدول في اماكن اخرى. دي نمره واحد. نمره اثنين، مساحه الحريات بتتفاوت من دوله الى اخرى، تتفاوت، والواحد واضح جدا من الاخبار اللي بيسمعها الى اخره الى اخره الى اخره. لابد يكون هناك في مساحه من الديمقراطيه، لابد يكون في مساحه من الحريه، لابد يكون في امن وامان على المواطن اذا قال كلمه ينتقد بها توجه، يكون امن على نفسه. نمره اثنين. نمره ثلاثه اللي هو حريه، مش بس حريه الكلام، حريه الانتاج. يعني مثلا انا عندي شركه، او عندي مبادره، او عندي مصنع، يعني يكون في قوانين تحمي المنتج والمنتج في نفس الوقت، علشان اعتبر ان المنتج والمنتج ثروه وطنيه ايضا. فكل هذه الاشياء لو احنا بنتكلم في العالم العربي اساسيات، مش فقط في العالم العربي، في كل مكان في العالم، ما اهدرت قدرات الشباب الا وحدث تخلف مجتمعي داخل الدوله وداخل الوطن. لأن الشباب احنا زي ما اتكلمت في الأول، ويكملوا من 50-60% من تعداد السكان الموجودين عندنا في المنطقة العربية، ودي ثروة قومية، وهي أعلى ثروة قومية وأعلى عائد استثماري يأتي لنا منهم. أعتقد ده السؤال الأخير يا دكتور فيما يتعلق بالفيروس. يعني السؤال، هل هو الفيروس مخلق معمليا وخرج عن السيطرة فيما يندرج تحت اسم الحرب البيولوجية؟ كل هذه الأشياء يا دكتور محمد واردة. شوف أنا ليه بتكلم، يعني قلت إن أنا اللي أنا بقوله ده استشراف، مفيش حاجة فيها قطعية، لكن لو إحنا جلسنا ولا نستشرف لن نمنع إلا أنفسنا. كون بقى الفيروس ده مخلق أو مش مخلق، أنا عندي قضية، صح دكتور محمد؟ عندي قضيه ان في جائحه كانت كذبه او مش كذبه، اتعامل معها باسبابها، واتعامل معها بالحيطه منها، واتعامل معها في كيفيه التغلب عليها، والا سأكون زي الامعه الذين اذا احسنوا الناس احسنوا، واذا اساءوا اساءوا. لا، فلذلك يا دكتور محمد انا مش هخش بقى في نظريه المؤامره. يعني بسم الله ما شاء الله، ال السوشيال ميديا وكل الحاجات دي مليانه يعني مجلدات بالمؤامره. انا بالنسبه لي في ظل كل هذه النظريات، انا دوري ان انا احول اصبعي الى شمعه، امشي وفي يدي ولو شمعه بسيطه انير بها الطريق لمن اصابهم الهلع والجزع والخوف من الموت.
انا هديك مثل كنت انا ذكرته في كذا لقاء قبل كده، لما قلت انا في، مش انا اللي قلت استغفر الله العظيم، يعني كان الاحصائيه بتقول لك بتاعت برنامج الغذاء العالمي في 2018 بتقول ان في 28 مليون جائع في العالم. عارفين ان علاج الجوع سهل. لما جت جائحه الكورونا الى الان حصلت كم الف راس او كم الف انسان؟ حوالي 300 الف، صح؟ اكثر من 300 الف حاجه بسيطه. الذي اصيب في 6 اشهر قرابه 4 مليون او اكثر بحاجه بسيطه الى اخره. اللي تعافوا يمكن دخل على 1.5 مليون او اكتر. في ال6 اشهر اللي فاتوا دول يا دكتور محمد، احصائيات الامم المتحده بتقول ان في كل ثانيه بيموت شخص من الجوع. يعني في السنه بيموت حوالي 35 او 36 مليون شخص. يعني في 6 اشهر بيموت حوالي 16 ل 18 مليون شخص. يعني في 6 اشهر بتوع الكورونا اللي هنتكلم عنهم دول، لو انت عايز تخش في تقضيات مؤامره او غير مؤامره، يعني انا هقول يعني انا لن احيد، لان انا ماشي كده، انا ماشي في 6 اشهر 300 الف ماتوا، لكن في نفس الوقت من الجوع مات اكثر من 15 مليون. اما ننظر انا، لان الكورونا اصبحت تصيبني انا في مقتل، انا 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 انا, أنا. فجعلت الهلع عندي انا يجعلني لا أرى الآخرين ومشاكلهم وحاجاتهم. ليه؟ لأن الهلع جالي أنا. أخطر حاجة في الكورونا هو الخوف والهلع والفزع، الذي يجعل الإنسان غير قادر على التفكير والتركيز لكي يعمل يضع الحلول. هذا أكثر شيء. مش إن الكورونا، لما احنا بنحسب كورونا بالأرقام 300 ألف في 6 أشهر، في 6 أشهر مات عندنا من 16 مليون تقريبا او 15 مليون او 17 مليون جائع. شفت الفرق بين الاثنين قد ايه؟ لكن لان الهلع بيحيطني انا والخوف، فبيجعلني غير قادر على التفكير المجتمعي، واصبح تفكيري فردي عن نفسي انا شخصيا. في النهايه في دكتور معتز عطله بيعيط على حضرتك يا دكتور، يقول لك كل سنه وحضرتك بخير. طيب سلم، هو استاذنا، انا في جزء من المعلومات دي تعلمتها من دكتور معتز. انا بس نسيت، ما اعرفش انا قلت اللي هو زراعه اللي هو الشريحه داخل الجسم دي، انا قلتها ولا ما قلتهاش؟ اعتقد لا. يعني انا وانا كنت قاعد مع الدكتور معتز، يعني ودي مش حاجه مش يعني ايه، مش سر احنا بنعلن عنه. يعني قد يكون في شريحه هم يحطوها عندك يكون فيها ارقام الحسابات بتاعتك، شخصيتك، خصائص شخصيتك، تاريخك المرضي، تاريخك الطبي، الحاجات دي كلها. فاحنا وصلنا لمرحله يا دكتور محمد ان انا هكون اقرب للزومبي من الزومبي نفسه. الزومبي كان يكون هو عنده برنامجين، برنامج داخلي غريزي فتصرفاته بتكون تلقائيه، وبرنامج اخر خارجي مبرمج ليه. فلما نتحول نحن الى مثل هذه الشرائح ويتحكم فيها ناس لا ندري من هم في البرامج، فلا بد علينا احنا في جزء من الحل ان احنا نصنع البرامج التي تستطيع ان تحمينا من مثل هذه التوجهات او البرامج اللي ممكن تتحكم فينا للنهار. وطبعا لاهل التكنولوجيا واهل العلم، يعني الفرق بيني وبين مثلا واحد دكتور معتز ربنا يديله الصحه ودخل بيه دايما، ان هو راجل باحث تجريبي، انا راجل شارع. فانا اتكلم عن العموميات علشان الباحثين زي دكتور معتز وغيره ياخدوا كتير جدا من العموميات دي يحولوها لنتائج بحثيه. لذلك انا في كلامي من اول قلت التعليم والبحث العلمي، التعليم والبحث العلمي الاثنين يكونوا ماشيين كده مع بعض. يعني ما نهضت ماليزيا بعد ما كانت دولة ضعيفة جدا في الستينات او السبعينات الا ان مهاتير انا قابلته 3 او 4 مرات ربنا يديله الصحة، سواء كان في لندن او في كوالالمبور، والسؤال كان السؤال الجوهري: كيف اصبحت ماليزيا احد النمور الـ9؟ قال انفقنا على التعليم حوالي 20 او 22% من ميزانيتنا لمده 23 سنه. فتحولت من دوله هشه شبه فاشله الى دوله قويه من النمور الـ9 في جنوب شرق اسيا.
التعليم والبحث العلمي، اللي هو ممكن يقوم بمين بقى؟ معتز، دكتور زوير رحمة الله عليه، كذا 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 كذا. أما اللي زي حالاتي أنا دكتور محمد، أنا ماشي في الشارع بشيل اللي هو تراب الغبار بتاع القمامة اللي بتحصل من مشاكل المجتمعات عشان أطلعها للباحثين أو العلماء أمثال دكتور معتز وغير. ربنا يبارك في عمرك يا دكتور هاني. احنا في النهاية بنتقدم لحضرتك بجزيل الشكر، وشكرا على الكبسولة السريعة الجميلة اللي حضرتك قدمتها لنا في مختلف المجالات، وشكرا تاني، وكل عام وحضرتك بخير. نتمنى إن شاء الله نكون مع حضرتك وتكون معانا بإذن الله في لقاءات تانية إن شاء الله، ومحاضرات أخرى بإذن الله في المستقبل القريب يعني. جزاكم الله خير، وسلم على الناس كلهم عندكم. وانا سعيد جدا بان يعني انتم حطيتوني على منصه انا لا ارتقي لاسمها، انتوا بتتكلموا عن لا علماء مصر عفوا، وانا لست من العلماء أنت وان جدير، كنت مصريا. حضرتك جدير لا لا بهذه لا الثقة لا لا والله يا لا لا دكتور. لا 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 لا، انا ما بحبش الطواقي، انا بصنع الطواقي، انا بصنع العمل، واخد بالك؟ ولذلك يعني لا شكرا بالعكس، انكم حطيتوني في منصب انا لست اهلا له، لكن ده من اهلا تواضع يعني. حضرتك ومن كرم لا لا، أخلاقك ده الصراحة. حقيقة، أنا راجل شارع، راجل شارع يعني، زي ما عبد الحميد كان بيقول لك إيه، سواح، واخد بالك؟ بلم الأخبار كده وأوزعها على الناس. ربنا يعزك يا دكتور ويبارك في عمرك يا رب. شكرا جزيلا لحضرتك، ونلقاك على خير بإذن الله. إن شاء الله، حفظ الله فعلا. ربنا يكرمك. السلام سلام عليكم عليكم. ورحمة الله وبركاته.